كريمة يحيى حفني، 25 سنة، مطلقة، عندي ولدين يوسف وحسين، اتجوزت وانا عندي 15 سنة. لما الدولة بتيجي بتحدد سن الزواج وبترفعه شوية، هي ما بتعملوش عشان هي غاوية الحكاية دي، أو إنها غاوية مثلا إن إحنا ما نخلفش، أو إنها لأي هدف تاني يعني. اللي حادث إن هو سبق بالفعل أن الزواج المبكر للفتاة ده خطر عليها. لا، فرحت بابن خالتي وكنت هسافر مصر وكنت فرحانة ومبسوطة. بعدين بعد ما اتجوزت بقى وعرفت مشاكل الجواز والمسؤولية، وازاي تبقي مسؤولة، وازاي تعرفي انك تدافعي عن نفسك وتاخدي حقك. برضو امي كانت منفصلة عن ابويا، صراحة كانت نقطة ضعفي امي. كل ده عشان انا ما بقاش زيها. ما تبقيش زيي، ما تبقيش زيي، ما تبقيش زيي. اولادك اهو، اولادك بصي لهم. طيب يوم ماشي، بس انا اللي انا دلوقتي انا المتحمله المسؤوليه، انا الاب والام. هو ما بيعملش حاجه، الفقر احسن من الجواز المبكر. بتبقى البنت جسمها ونموها الجسمي ما اكتملش، جهاز التناسلي بتاعها ما اكتملش، الحمل والرضاعه والخلفه والرعايه، الى جانب تكون طفله محتاجه ان هي تلعب وتعيش حياتها في مرحله الطفوله، فتبقى ام في نفس الوقت، فبتحرم من هذه المرحله اللي هي بتنفذ فيها عن كل طاقتها وقدراتها. قلت لها بدل ما انت جهزتيني بمطبخ وغساله وبوتجاز، دول مش كنت صرفتيهم على التعليم عليا؟ وانا لو اتعلمت وكبرت ومثلا ما شاء الله يعني بقيت حاجه كويسه، مهندسه او دكتوره، ورايحه جايه ويقولوا لك الدكتوره جات، الدكتوره راحت، قالت لي ايه وما تتجوزيش، ده انا اصرخ اعمل 150 يوم عشان ما اتجوزتيش. الاسره اللي فيها رجل يقرا ويكتب وام اميه غير الاسره اللي فيها رجل يقرا ويكتب وهو متعلم وام كمان تقرا وتكتب. ولذلك بتبقى طموحاتهم بالنسبه لاولادهم بتبقى عاليه قوي. بس كنت انا اتمنى قبل ما اتجوز اني ابقى حاجه حلوه صراحه، يعني افيد البلد، ابقى مهندسه، معلمه مثلا، مدرسه، اعلم البنات، اعلمهم حرف. يعني بعد ما تتجوز البنت بتعرف المسؤوليه وحقها، والتعليم فايدته ايه ليها، ازاي هيبقى ليها الجسر اللي هتعدي عليه البار الامان. هعلمهم وهكبرهم باذن الله، مش هخليهم يحتاجوا لحد، ومش هحرمهم من حاجه باذن الله عشان انا اتحرمت.